صباح الخير، أهلا بكم. هل إن البلاد أمام حرب سياسية استباقية تعيق تأليف الحكومة، أم أن عملية وادي الأرانب من شأنها أن تحرج الطبقة السياسية فتفرج عن الحكومة؟ سؤال طرحته اليوم جريدة اللواء، ووحدها الأيام المقبلة ستحمل الجواب عليه، حيث وبعد 25 يوما على ولادة العهد الجديد لا بوادر في الأفق لولادة حكومته الأولى. فهل العقبات الظاهرة هي خلاف على الحصص فعلا، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ هذا السؤال سأطرحه على ضيفتي الدكتورة فادية كيوان، الأستاذة في العلوم السياسية. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. بالطبع شكرا. إضافة لأسئلة أخرى ستتوالى تباعا خلال الحلقة، سنبدأ من الإنجاز يلي قام فيه الجيش اللبناني امبارح والعملية الأمنية في عرسال. كاريكاتير أرما حمصي بجريدة النهار من وحي هذا العنوان رسم يد الجيش تطبق على أيادي الإرهابيين، هو أول إنجاز إذا فينا نقول بعهد فخامة الرئيس ميشيل عون. أول شيء بتوصفيه بالإنجاز دكتور كيوان، وكيف يجب استثماره؟ أولا هذا مش أول إنجاز للجيش اللبناني، ولكن هذه إذا بدك مؤشر أنه بهالعهد رح يكون في إطلاق يد الجيش اللبناني أكثر في حفظ الأمن وضبط موضوع تسلل الإرهابيين بقلب البلد. بمرحلة سابقة حتى بدي خص فيها المرحلة اللي كان فيها فراغ بسدة الرئاسة، كان في ضياع للقرار الرسمي، وبالتالي الجيش كان عم بيشتغل لحاله بدون غطاء سياسي. اليوم الجيش عنده غطاء سياسي من رأس الدولة، وإن شاء الله قريبا بصير عنده غطاء من الحكومة، وطبعا عنده غطاء من مجلس النواب، وإن شاء الله كمان بالربيع يصير عنده غطاء من مجلس نيابي منتخب جديد. وبتمنى للكل اللي موجودين الخير بمجلس النواب يعني، بس انه الشرعية السياسية هي اللي بتعطي المعنويات للجيش. بتعرفي اهم من العمليات العسكرية هي قديش المجتمع متماسك وراء المؤسسة العسكرية. الشعب اللبناني باكثر من مناسبة اظهر تماسكه وراء الجيش اللبناني. نعم. الى ان اضحى الجيش اللبناني هو تقريبا مؤسسة شبه الوحيدة اللي فيها صورة عن الإرادة الوطنية شرعية كمان، وهذا مهم كتير. اليوم نحن ما فينا غير نحيي الجيش اللبناني، خاصة بعناصره وضباطه وأركانه يلي هن بالخطوط الأمامية بالدفاع عن البلد، ونطلع إلى دور أكبر للجيش اللبناني في الحفاظ على يعني يكون الموضوع الأمني 100% بإيده بالسنوات المقبلة، ونعطيه الإمكانات. طبعا جريدة المستقبل يلي اليوم المانشيت كانت عن هذا الإنجاز، واللي اعتبرت أنها من شأن أن يعزز مفهوم الدولة القوية، قالت أن الضربات الاستباقية تبقى السبيل الشرعي الأنجح لتحسين الاستقرار الداخلي. الضربات الاستباقية أو الحرب الاستباقية يلي كمان الرئيس عون أتى على ذكرها بمتن خطاب القسم. نعم. نعم. يعني فينا نقول اليوم أنه ما ذكره بهذا الإطار ينطبق على عمليات الجيش بالأمس وليس طبعا على شيء آخر بشكل رئيسي بينطبق، لأنه نحن إذا ما بنجتزئ بكلامه لفخامة الرئيس بنشوف أنه تحدث عن دور الجيش وضرورة تعزيز إمكاناته وتبوؤه الدور الأمني بشكل يعني كامل بالمرحلة المقبلة. أنا ما عم بقدر استعيد الكلمات بالضبط اللي قالها فخامة الرئيس. نعم. ولكن لفتني تشديده على تعزيز قوة الجيش اللبناني، ذكر ثلاث أمور، منها تعزيز قوة الجيش اللبناني، ومنها وهذا عجبني كمان كتير تنمية المناطق النائية تيصير عندها مناعة، وبالتالي ما يصير فيه تصدع لا للأمن ولا للمجتمع من خلال المناطق الأطراف، المناطق النائية اللي فيها فقر، فيها تسيب إلى حد ما أمني، وفيها تسلل لمخربين، وفيها مجموعة من المشاكل الاجتماعية متمركزة فيها يلي يمكن بتكون باب لا يتسلل من خلاله. طبعاً. وثالث موضوع حكي فيه هو يمكن أول موضوع هو مكافحة الفساد. يعني هالثلاث نقاط بخطاب فخامة الرئيس لفتوني. نعم. ولاحظت بوسائل الإعلام، أنا بعد ما حصل لي شرف التقي فيه، ولكن شفت بوسائل الإعلام أنه عم بيركز بكلماته عند استقبال الوفود خاصة من الهيئات والرسميين على موضوع مكافحة الفساد. في انتظارات كبيرة عند الشعب اللبناني، وأنا بدي أقول للرأي العام ولوسائل الإعلام من خلالكم أنه هدوا شوي التوقعات، لأنه ممكن تحرج
العهد. ولما بقول العهد ما بقول بس فخامة الرئيس، بقول كل المسؤولين اللي رح يكونوا عندهم مسؤوليات من دولة رئيس الحكومة للحكومة لمجلس النواب. نحن طبعا عندنا قهر قديم، في ترك كبيرة من القهر ومن الانتظارات والتوقعات والخيبات، من أجل ذلك تكبر. بس نحن بدنا نكون واقعيين بالمرحلة هاي، نقبل بمؤشرات للتغيير، مش ضروري يجي التغيير تاني يوم. بس بمقالك بجريدة النهار عن التحديات والمسلمات كمان كتير، يعني هلأ بيتاني أسرة رح نحكي عنها بالتفصيل، بس للبنود اللي عدتيها كمان تحمل انتظارات كثيرة طبعا، بس بخلاف ما تتفضلين. لا بس أنا ما قلت ما كان عندي وقت أكتب وأنه بدها جدولة، هاي اللي ما رح تكون دفعة ما واحدة. نحن بنقبل بمرحلة أولى يكون في مؤشرات لها، وهذا شيء واقعي أكيد. كمان جريدة اللواء بحديثة عن عملية عرسال بالأمس قالت أن أنعشت أمال أهالي الجنود التسعة المخطوفين لدى داعش بإمكان استعادتهم سالمين، وعملية التفاوض انتقلت لوضعية جديدة إن شاء الله. يعني شوفي في أمير داعش هو من بين الموقوفين. نعم، أنا لفتني الخبر اللي قال أنه طلب من من العسكريين أنه يعتقلوه هو وحي حتى ياخذوا ياخذوا معلومات، وكذلك ربما لموضوع مقايضة ما. ولكن نحن بنوع من عدم اليقين، هل العسكريين بعدهم أحياء وعند مين موجودين؟ هذا الموضوع مع الجهود الجبارة الأم فيها الأمن، فيها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالمرحلة السابقة، وكان عندنا بفترات يعني توقعات أنه رح يفرج عنهم، ما قدرنا نوصل لنتيجة ثابتة. أنا بتمنى، نحن عم نعمل هلأ تحليل، الجهات الأمنية ذات الصلة بكون عندها معلومات وإن شاء الله خير. يمكن مش بس عن الجنود التسعة، أيضا عن عدد كبير من المعتقلين والمعتقلين، من بينهم يمكن الزميل الصحافي كساب أكيد بعد مش معروف مصيره. قراءة أخرى لعملية الأمس قدمها أحمد عياش اليوم بالنهار، بيقول كل ما تقدم مشروع الدولة كما حصل أخيرا في عرسال وحاول التقدم بمخيم عين الحلوة، اقترب في الوقت نفسه من مواجهة مشروع حزب الله. بيقول أنه اليوم ما في مواجهة بين المشروعين، في نوع من المساكنة، ولكن المشروعان متوازيان لا يلتقيان. أين تتفقين مع مقال وأين تختلفين؟ شوفي أنا بعتقد أنه هذا التحليل سلبي، منطلقه سلبي، ويمكن بسبب المرحلة السابقة التجارب، يعني بناء التجارب السابقة. قالوا ليش عم بتنفخ على اللبن؟ قالوا لأنه كوين الحليب. ولكن لا، منه أبدا خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا، هني منطلقين من خط مشترك. وين؟ هو الهاجس الأمني على المجتمع اللبناني وعلى الحدود اللبنانية. هلا حزب الله منطلق من هذا الخط. حزب الله هذا التبرير اللي عطانا إياه لما انطلق بحربه الاستباقية بسوريا. أنا أول ما قام بحربه، أنا أول شيء أقلقني ما قام به، وثانيا اعتبرت أنه هذه خارج مسؤوليتنا الوطنية. أنا الحزب الله لما كان مقاومة لإسرائيل بالجنوب، كنا لازم نكون جنود مجهولين علميا على القليلة نسنده. موضوع الحرب الاستباقية بسوريا والتحالف مع نظام سوريا والدخول مباشرة بالقتال بسوريا، أنا كنت متحفظة كثير عليه، وأكثر من مرة قلت هذا الكلام بكل تواضع، ولكن فيما بعد قلت طب هو عمل على حسابه هاي العملية، إذا فيها انتصار هو بده يلعب دور إقليمي، وإذا ما في انتصار في انكسار بدها ترتد عليه، وإذا هي نص نص ما بنعرف كيف رح تنتهي الحرب بسوريا. يمكن يكون هو، يمكن لسوء الحظ، يعني بعتذر أقول أنه قد يكون الشباب اللبنانيين في صفوف حزب الله وحتى مؤسسة حزب الله نفسها، يمكن يكونوا هن أداة لصراع إقليمي. أنا هذا بخوفني عليهم، انا ما بخاف منه، انا بخاف عليه. مين بيضمن بالزبط ان تقتصر فقط على بعدين يعني الدول على حزب الله وحده؟ يعني شفنا نماذج دول بتوصل لمرحله بتضغط وبعدين بتعمل تسويات. نعم، بنخاف نحن لان نحن حلقه صغيره بالسلسله، بنخاف نحن نكون ماده للتسويه. يعني نحن بندفع ربما فاتوره تسويه ما، نحن ما بدنا هالشيء، لانه شوفي في ثابته انا عندي قناعه كامله فيها، انه في عند الامريكيين مثلا بصوره خاصه والاوروبيين عموما بلاحظ هالشيء، في اهتمام كثير بامن اسرائيل. اوكي،
أمن إسرائيل ما بيهددوا مباشرة غير حزب الله، لأنه عنده ترسنة أسلحة وصواريخ بتقدر تطال إسرائيل. طبعا هي من إيران، ولكن بتقدر تطال إسرائيل. يعني إيران إذا بدها تطال إسرائيل بدها تطالها بواسطة حزب الله بلبنان. لذلك في هالتركيز على حزب الله وحزب الله وسلاح حزب الله من قبل كل، صونا لأمن إسرائيل. انتبه بس، نحن كمان كلبنانيين نحن ما بدنا نفوت بمغامرات، ونحن بنفس الوقت ما بدنا نحرس أمن إسرائيل. نحن أكبر دولة متضررة من السياسة العنصرية اللي عم بتمارسها الحكومات الإسرائيلية المتتالية. أولا بعد في جزء من أرضنا محتل، ثانيا في مئات الألاف من الإخوة الفلسطينيين عايشين بمخيمات بظروف مزرية بنستحي نحكي فيها. لبنان عنده أعباء كتير كبيرة مش قادر يسند الفلسطينيين من ناحية الحياتية والمعيشية، وهذه مأساة نحن عم نعيشها. بنشعر دايما بأزمة وجودية بالتعاطي مع الموضوع الفلسطيني، وما في باليد حيلة. على المستوى العربي، الربيع العربي بالدول العربية قذف قضية فلسطين إلى الهامش، يعني ما عادت بالأجندات العربية بمرتبة أولى مثل ما كانت بالماضي، وهذا شيء يقلقنا نحن كلبنانيين. أنا بقول هلا نحن على عتبة عهد جديد، بتمنى يصير في تحضير بأروقة وزارة الخارجية والجيش والدولة عموما وعند فخامة الرئيس، يصير في إعداد لملف يكون في ورقة لبنانية، تصور لبناني لموضوع فلسطين واحد. مش بس للناحية اللي هي استرداد أرضنا وتسوية موضوع اللجوء الفلسطيني بلبنان، ولكن عموما خلي يكون عندنا مساهمة. نحن مش بس عندنا مصالح مباشرة، نحن يمكن يكون عندنا دور إقليمي كلبنانيين. طيب بس بالنسبة بدي أرجع لمسألة قلت إنه التصويب على سلاح حزب الله يمكن من المجتمع الدولي حرصا على ما تفضلت أمن إسرائيل، أمن إسرائيل. ولكن بلبنان اليوم ألم يحن الوقت بهالموضوع تحديدا أن تعود أمرة قرار الحرب والسلم للجيش اللبناني؟ ما هو أنا برأيي يعني اليوم تعتقد أنه هذا القرار هو بيد الجيش اللبناني؟ شوفي، أول شيء هذا قرار سياسي، الحرب والسلم قرار سياسي لازم يكون بإيد الدولة اللبنانية ككل. وحتى لما رئيس جمهورية بيفاوض بيرجع بيطلع رئيس الحكومة على الموضوع، ولما بيكون في قرارات حرب وسلم بتروح لمجلس النواب. هذا قرار كبير، المؤسسة العسكرية عم تستعيد أكثر وأكثر دور رئيسي، لأنه لما صار في مقاومة بالثمانينات بلبنان، لأنه الجيش ما كان يجي تعليمات للقيام بدوره. الأمور عم تتغير شوي شوي. إذا زدنا نحن التوقعات أو ضغطنا بشكل مباشر، أنا بصير عندي ريبة أنه يكون الهدف منا إثارة المشاكل، بينما الاتجاه العام واضح. ما بيقدر على المدى الطويل حدا ياخذ محل الدولة في حفظ الأمن، ولا قوة ولا مؤسسة عسكرية باراميليتار يعني فيها تكون بديل عن الجيش الرسمي، أكيد لا. بس خلي الموضوع يروح باتجاه توافقي، وتدريجيا هالأمور تصير 100% بإيد الجيش اللبناني والقوة العسكرية الموجودة، وخاصة حزب الله. وربما فيما بعد فكرة أنه يكون في ألوية بمناطق تانية من البلد، أو ألوية مدموجة فيها لبنانيين من كل الطوائف، تكون سند، نوع من جيش ريزيرفيست مثل ما عندها إسرائيل، مثل ما سويسرا ما عندها الجيش، بس كل المواطنين لسن معينة ريزيرفيست بيعملوا تدريبات عسكرية وبكونوا جاهزين للدفاع عن البلد. لازم نفكر بالصيغة، بس لازم نفكر بشكل إيجابي. هالأمر بيتم بلا أتمان، يعني اليوم كل المشكلة حول الحكومة عم تنوضع بمكان معين بإطار الصراع. بقول مثلا هلأ بعد البريك رح نحكي أكثر الأستاذ رفيق خوري إنه اللي عم نشوفه بموضوع الحكومة هو الصراع على روح لبنان واتجاهاته السياسية وموقعه بين المحاور. صحيح. بالصراع الجيوسياسي. صحيح. بقول المعضلة حلمان بسرير واحد. عشان هيك ما عم فينا نشوف انفراجي بمحل معين. شوفي، في واحد بالسرير، توصيف لواقع الأزمة اليوم، في واحد بالسرير بده ياخذ ضمانات قبل ما ينزل من التخت من السرير. هو اللي انت ذكرتيها من لمحه، يعني من لحظه، انه نحن القلق الداخلي مش اذا حزب الله عمل معركه سباقيه بسوريا، قد تكون من مصلحه لبنان تما تصير المعارك بالداخل بعد تغلغل الارهابيين للداخل، ولكن اليوم الخطر هو من تجي هالفواتير ويجربوا الناس يصرفوها بالداخل ضمن لعبه تقاسم السلطه.
أنا يعني أعي هذا الموضوع، يعني ما منا أولاد مبارحة بالسياسة، ولكن هاي بيصير فيها تفاوض. بعدين كون لبنان فيه عدة متغيرات، مش ثنائي لبنان تركيبه، فيه عدة متغيرات، في سني وشيعة ودروز، وبالمسيحيين في موارنة وارثوذكس وكاثوليك وسريان واللي بدك، وارمن وارمن كاثوليك وارمن ارثوذكس وعلوية. هلا بيزعلوا الاقليات؟ لا، والاقليات والبروتستان واللي بدك، كل هالقوى هاي. بتعرفي اوقات لما بتوصل لما بنوصل لمجلس نواب باغلبية بسيطة، موقع كتير صغير بيقدر يغير الأكثرية. إذا في حجم، يعني في حجم سياسي ونفوذ ممكن لكل القوى السياسية أيا كان حجم الطائفة أو الفئة أو المكون اللي بتمثله. هذه من صالح لبنان. إذا هالفاتورة بس تجي، شوفي في فاتورة بعد ما اندفعت بالنظام السياسي اللبناني، هي فاتورة المقاومة. مجت مقاومة جابت معها شيك بالضبط، بدها تمنى بالسياسة. يعني السؤال متلتي شو يعني؟ بدنا نحكي حسابيا، المسيحيين 38% إلى 40% من الشعب اللبناني اليوم. كل الإحصاءات بتحكي بين 38 و42. نحن إذا عم نحكي بالمتلتي هي 33. نحن إذا ديموغرافيا منا بعد قليل لدرجة انه ينعطوا المسيحيين كلهم سوا الثلث. هذا الموضوع مش مزبوط. بس هيدا لك اي مره انا اعطيتيني فرصه ذهبيه فسر للراي العام اللبناني وين اجت فكره المتالته. خلينا ناخذ ورا البريك مباشره، هذا نتوسع فيها اكثر. لحظات ونعود.